قام الأمين التنفيذي لحزب الحركة الوطنية إنقاذ بمقاطعة ورى رضوان حسين المختار قام بتنصيب المجلس الإداري بمركز إداري أم ليونة بحضور العديد من المناضلين والمناضلات للحزب. تقرير حليم السعد يعقوب. جاء حفل تنصيب أعضاء المجلس الإداري للحركة الوطنية للإنقاذ بمركز أم ليونة بمقاطعة وارا، وفي هذا الإطار فقد قدم الأمين التنفيذي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رضوان حسين مختار شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى الإنجازات التي حققه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى البلاد عامة وفي إقليم والضاي خاصة، بدورها الأمينة التنفيذية للمنظمات النسائية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ مريم محمد عبد العزيز، فقد طلبت من الجميع مساندة مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديب إتنو، وأيضا ناشدت النساء بإرسال الفتيات إلى المدارس وذلك من أجل تطوير قدرات المرأة في مختلف المجالات. الأمين التنفيذي لمركز إداري أم ليونة الجديد بشر ناصر طلب من المناضلين والمناضلات الوقوف معه جنبا بجنب وذلك من أجل القيام بالعمل الجيد، وطبق الإشارة بأن خلال هذه المناسبة تم توزيع بعض الملابس للنساء من قبل فاطمة إبراهيم عباس عضو في المجلس الوطني للإنقاذ بإقليم والدايت.